أنا أحمد جابر، هندسة حلوان تانية صناعية. إحنا ايديفاي روبوتكس إنجينيرز، متخرجين بقالهم كذا سنة. دي معمولة سنة 2015 عشان عندنا مسج عايزين نقولها للناس، إن التكنولوجي is good to know. التكنولوجيا حاجة كويسة، مش لازم تبقى في كلية هندسة أو تبقى ليك علاقة بالمجال الهندسي عشان تبقى بتعرف الحاجات دي. لا، أنت المفروض كمواطن تبقى متصل بالموضوع ده بشكل كبير جدا، عشان نتحول شويه من ان احنا مستهلكين بس، ان احنا نعرف نعمل تصليحات بسيطه او ترابل شوتنج او اي حاجه كده على الخفيف. اتفضل. عملنا ورك شوبس مختلفه بس كلها في مجال الروبوتكس، لان ده اول مجال عايزين نعرف الناس بيه، لانه بدا ينتشر على مستوى العالم في الصناعه وكمان في الفن والترفيه. فعملنا تو ورك شوبس، في منهم واحده اسمها روبوفاي اللي هي معانا الروبوت بتاعها دوت. الورك شوب دي لمده 10 ساعات على مدار يومين، 5 ساعات كل يوم. بنجيب ناس مالهاش علاقه بكليه الهندسه باي شكل من الاشكال، لا دخلوها ولا بيحبوها ولا اي حاجه، وبنقول لهم ان انتوا هتقدروا تعملوا الكلام ده في خلال 10 ساعات. وفعلا ده اللي بيحصل في الاخر. بيبقى في جيم، الجيم المفروض ان هم بيشيلوا الحاجات دي ينقلوها من مكان للتاني. هو ده اصلا استخدام صناعي مستخدم في المصانع، بس هم بيعملوه بشكل لعب شويه، بحيث ان بيبقى في مسابقه ما بينهم في الاخر وبنشوف مين اللي بيفوز. الروبوت ده مكون، بنعرفهم فيه كل اساسيات الروبوت بشكل كبير، يعني من اول ضغط الهواء، وانظمه ضغط الهواء دي منتشره جدا على مستوى الصناعه. وبنعرفهم ازاي تقدر تتحكم في روبوت عن طريق تو ويل درايف، يعني ثنائي التحكم. بنعرفهم برضو ازاي يعرف يعمل نظام كنترول او تحكم في الروبوت بالكلاسيك كنترول، او الكنترول البدائي اللي هو اتعمل، اول حاجه اتعملت من ناحيه الكنترول، بعد كده اتطورت وبقت الكترونكس، ودخلنا في بي سي بي، ودخلنا في حاجات تانيه كتير. بس احنا بنعرفهم الاساسيات، لان هي دي اللي بتستخدم في مصانع هنا في مصر من بدري. الورك شوبس دي بنعملها كل فتره، يعني في كووركينج سبيسز مختلفه. دي اماكن اتفتحت في مصر الفتره اللي فاتت بعد الثوره كتير، كان في منها 2-3 قبل الثوره، بس كله انتشرت بعد الثوره. الاماكن دي الناس بتبقى عايزه تروحها عشان تتعلم حاجه جديده، فاحنا بنتارجت تعالوا يا جماعه احنا ورك شوب اهيت نعملها مع بعض من A to Z، نعرف يعني ايه روبوت. في ورك شوبس ثانيه برضه كان ليها علاقه بالفيرتشوال رياليتي، ليها علاقه بال 3D، تخيل ال 3D وكده. فهو المجال مش مقتصر على روبوتس بس، في الاخر تكنولوجي از جود تو نو، لازم تعرفه، لازم تتعلمه.